أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، تحفيز يومي، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات والتحفيز. شكرا على المتابعة. الرئيس الجزائري يتعهد بمواصلة جهود استجلاء مصير مفقودي حرب التحرير. طالب الرئيس الجزائري الجمعة فرنسا بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في ستينات القرن الماضي، وتعهد في رسالة بمناسبة الذكرى 59 لاحتفالات عيد النصر بمواصلة الجهود من أجل استجلاء مصير المفقودين أثناء حرب التحرير. واعتبر الرئيس الجزائري أن الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي تغلب الإرادة والصدق على ما سواها من اعتبارات داغطة. وبحسب الجزائر فقد أسر 2200 شخص خلال حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، وتفيد تقارير بفقدان أثر أوروبيين خلال النزاع. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة.